طيب لسه طبعا كلامنا هيبقى كتير وبشكل اكثر تفصيلا في الفقره الاخيره مع كابتن عادل تعيمه، بس خلينا نستكمل حضراتكم دلوقتي اخبارنا ونروح لنادي الاهلي، ان كان في اجتماع مهم جدا ومثمر يعني عقده كابتن محمود الخطيب مع السيد ياسين منصور رئيس شركه الاهلي لكره القدم، ده كان طبعا في حضور كابتن سيد عبد الحفيظ موسيماني عشان يبحثوا كافه بقى الترتيبات المتعلقه بفريق الكره، سواء بنتكلم خلال الفتره الماضيه او الحاليه وكمان مستقبلية، استعدادا طبعا لخوض التحديات المنتظرة على المستويين المحلي والقاري. الاجتماع شمل مناقشة آلية العمل تمهيدا لاستلام القائمين على الشركة مسؤولية قطاع الكرة هنا بأكمله، بعد الاطلاع طبعا على كافة الأمور من خلال جلسات تحضيرية وتنسيقية يتبعها استلام المهمة والتواصل المباشر مع مديري الأجهزة، سواء بنتكلم في الفريق الأول أو قطاع الناشئين طبعا أو الأكاديمية وكافة الإدارات المعنية بالقطاع.